قيل أنها أول منطقة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي، رأسها حد فاصل بين بحر العربي وخليج عمان. تمتاز بوجود مناطق عدة لرسو السفن والقوارب، أهلها عاصروا البحر والبحارة منذ زمن. في رأس الحد للقصة فصول وتفاصيل نبدأها من خور الغضنة. هذه الخياصة؟ أيوة. أي كلها هني وطوفير الهواري. هواري. آه. وإيش الخياصة اللي عند التصفية تحليب الناس يسموه خياصة الغواويس. غواويس. خياصة الغواويس. خياصة الهواري هذا بس كانت. أبدانا أبدانا والهواري هني. هواري. مالصيد. آه ما صيد. ويسموه هناك خياصة الغواويس. لكان خياصة الغواويس. أيوة. لكان الغواويس يغوصوا على المحار. يغوصوا على المحار. تبعوا يحيى وكله تبعوه يغوصوا ويباتوا هناك في الخياصة. محاري يطلعوا من اللحم ويدوروا منها جوهر لولو هاللولو يطلعوا منه يهلوه روحهم ويفتشوه هنا يفتشوه في الخيط يباتهم من خمسة عير هوري عيرين هوري من مسجد ومن مكانات هيك من ضوابة مكانات كل يوم منها يتمون فترة هنا؟ يتموا شهر شهر يغوصوا هنا يغوصوا تبعوا حياه ويبون كمبية وايد في رأس الحد كانت ترسو سفن عدة تأتي من سواحل أفريقيا وأخرى تأتي من الهند وسفن الشمال التي تأتي من الخليج العربي وإيران، وترسو هذه السفن أما في خور الحجر أو في خور جرامة، ويستفيد أهالي رأس الحد من هذه السفن بحكم قرب مساكنهم من أماكن رسو السفن. طبعاً في قديم الزمان كانت السكنة هني، هذه هني من برج داغس إلى هذه زرونية إلى هذا المكان إلى هني حدود الفندق أشوف أكوام هني أيوة. عندك الأكوام هذه كانت بيوت منازل غرف كبيرة، لكن على مرور الزمان تهدمت هذه البيوت ثم انتقلوا إلى المنطقة الأخرى اللي نحن عايشين فيها الآن اللي فيها حصنات الحد اللي عند الحصن أيوة، وبنوا هذا الحصن وصارت المنازل حول الحصن. كان في هذاك الوقت ممنوع البنيان إلا حول الحصن لانه حصن دفاعي، حصن دفاعي عشان تكون منطقه من هناك تكون خاليه، يشوفوا الغار جايه من الجبل، غار جايه من البحر. طبعا الحصن كذلك انا خبرتكم من سابق انه هو يشرف على خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، والراس عندك على الصوب هو الحد الفاصل ما بين خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي. يعني هو حتى سبب تسمية رأس الحد لأنه الحد الفاصل. أيوة الحد الفاصل ما بين خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي. السفن أنواع، هذه السفن اللي نحكي لك عنها نحن السفن الصغيرة، أما في سفن كبيرة. السفن الكبيرة يعني تسافر في مواسم، في أواخر شهر خمسة تقيس عندما الدور يقول الدور البنديرة. هي معنى الدور البنديرة يعني لما كانت البنديرة على هذا الاتجاه وهبت الكوس دارت البنديرة على هذا الاتجاه، على ترى السفن شراعية تجي على الهواء، ولما دارت البنديرة يرجعوا من السواحل من زنجبار انزين توصل هني محملة بالحطب محملة بالحبال، وباقي السفن تمر الهند واللي جاي من داور من هناك من زنجبار وجاي الصين وثم راجعة كلها مقرها تنزل في خاصة خبة الإزام اللي هي خاصة الآن خاصة القندل. فالسفن شراعية في هذاك الوقت يعتمدوا على الهواء، وآخر شهر خمسة تكون السفن مستعدة وشاحنة وشاطنة، لما تهب رياح الكوس يتجهوا عاد راجعين من زنجبار السواحل. ايوه من السواحل من زنجبار من الصين من الهند، وين تكون النقطه تكون هنا بخيصه خبه الازم او خيصه القندل. خيصه القندل ايوه خيصه القندل. لماذا سميت خيصه القندل؟ سميت خيصه القندل لان
القندل حطب القندل المشهور اللي هو يستعمل السقف للبيوت كان ينزل في هذه الخيصة. اللي يبغى يشتري يشتري من هذه الخيصة. يوضع هني ثم السفينة تطلع بالغضمة. ليش؟ اللي تبغى تصليح اللي قاص فيها مسمار. يعني السفينة ترسي في الغضمة تنزل الحمولة في خيصة أيوة. القندل أيوة. وترسي في الغضمة. ترسي بالغضمة هناك. ترسي بالغضمة يجيبوا لها أستاذ منصور أو أساتيد من هذا المكان إذا كان فيه موجود أستاذ. ثم في بداية شهر 8 يقوموا يحملوا القندل مرة ثانية. يحملوا حبال إذا كان عيش صخام أي شيء الموجود هنا يحمل بالسفينة مرة ثانية. نفس السفينة ولا سفن ثانية؟ لا 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 كل بضاعة نزلت لنا سفينة السفينة هي اللي تحملها مرة ثانية. نفس السفينة؟ نفس السفينة. يحمل واتجه للشمال عند الهبوب كوس خطف مسجد باع كمية خطف البحرين باع كمية آخر المرسى يكون في العراق عاد نزل حمولته بقت السفينة خالية. السفينة خالية ما يقدر يرجع بها خالي هو من هناك. عنده ناس يشتغلون عند ناس يشتغلوا عمال عند بحرية عند ربان تكاليف يمكن مصاريف يمكن السفينة عنده بها شريك فهذاك الوقت. فلما يحملوا من هني ويتجهوا على الله وعلى هذا الحمول اللي في السفينة بعدين يحملوا من هناك من البصرة عاد يحصلوا لك التمور ايش مكدوسة كأنها جبال في شط البصرة جاهزة للتصدير. اللي هو ما جاب البصرة يقولها هذا جبل قال لا هذا ما بيبل هذا بعد 10 أيام تشوف الجبل هذا بيروح عاد باطن النبغار خشب كبار الغنجة والبوم حملا لين بداية شهر 10 والله إن شاء الله شهر 10 دارة البندير مرة ثانية دير البندير مرة ثانية دارة أيوة من الشمال للجنوب طريق الرجعة أيوة يهب الشمال هب الشمال هي راجعة السفن من هناك ماخذات حوالي 20 ليلة بهذا الطريق هين يدخلن بخوري راما السفن اللي جاي من الشمال والسفن اللي جاي من الجنوب لما توصل هنا وتشوف القلعة هذه اللي فيها البنديرة العلم هذا أيوة هذا يدل على مدخل هني مدخل خوري راما هو في القزر يعمل تدويره يدور يدور عشان هيك يجي سيده بالخور يعني يوصل يجي هو مثلا من الشمال ايوه يدور ويتوجه مباشره مدخل الخور ايوه ما يجي في يعني السفينه محمله قد يكون موج يضربها على الصخور فهو يعمل تدوير يجي في النص يكون متجه موازن السفينه محمله فيها الاف قلت إذا كان يام الشمال قلت قوصرة وإذا كان هناك محمل قندل كم ربطة كم كورية الساحل ينادي طبعاً هذه الخيصة اللي تسميها خيصة خبيبات كانت مصيد لسمك البرية أو العومة اللي هو السردين السمك الصغير لما بالليل يدخل هذه من هذه ما توجد يعني داخل الخوب نفسه هذه تتحرك هذه العومة والبرية تتحرك تطلع وتدخل طبعا في الليل تدخل هذه الخيصة لقبيبات تدخل في الوكرة الوكرة هذه الناس يعتمدوا عليها خيصة ثانية هي الوكرة أيوة خيصة ثانية هذه اللي بيها معاق والناس يعني تقتلها هناك خلاص يعني موجود إذا كان هنا بيشي في البحر لازم موجود هناك مثل الرجل اللي يرجع على بيته انزين هذا يحسبوا الناس ويعدوا عليها ان شاء الله لما ترجع دي البريه انا بخارج لما بجي اضافه الوكره طبعا اولا يقطفوا في الوكره غبشه هناك غبشه عشان ما يقيس مكان غبشه صلاه الصبح يتحارسوا المواطنين ينهم واحد يلا يبدوا الناس يقذفوا ويجمعوا زين بعدين بعد ما تطلع الشمس يقذفوا بهذه الخيص نزلوا هذا ترسوا هواريهم هناك من المعاق ويلبسوا على الساحل يوم مره ثانيه يقذفوا هني
بعدين الظهر هنا كملوا كملوا فراس الحد. تطلع هي بعدين تطلع من الخور. يتبعوها هي؟ تطلع اول جزئيه منها من سابق تكون هناك عندك هناك في رويس سميع وارضيه او هني شرقيه جنوب راس الحد جنوب الراس. وخور جراما يقع في الجانب الغربي من رأس الحد، وهو بمثابة منتزه طبيعي ومرسى، وهو بحيرة شبه مغلقة تتصل بالبحر بواسطة قناة متعرجة تمر من خلال ممر صخري ضيق. طبعا خور جراما سمي خور جراما في قديم الزمان حوت كبير يسموه يرام دخل بهذا الخور. لما دخل بهذا الخور ودار داخل الخور ما حصل كأنه يعني بحيرة. لما دخل في البحيرة ما عرف يطلع. هني المياه راكدة يعني قليلا راكدة بنقول أنا نقول مثل في الخليج يعني ماشي. فاختلفت عليها الطبيعة مات الحوت. هو كان اسمه حوت الإيرام؟ أيوة إيرام. إيرام حوت إيرام معروف. إيرام هذا يعني إيرام هذا لما يزوع من العنبر ايوه يعني يزوع دويات كثيره من لما يزوع. وقال لك كأنك داخل في بطن يرام. يرام يعني كبير يعني اكبر عن الصبين. زين دخل بهذا الخور ما عرف يطلع مات. سمي لما ساحت عظام وهذه قالوا هذه عظام يرام موجوده. قال خلاص سموا الشياب هذا خوري راما. قديم زمان قديم يعني. أو 40 دقل 40 سفينة في اليوم وقت الموسم. أيوة. سفن من راس الحد، سفن من صور، سفن من الشمال. سفن الشمال يسمون قال بوم راح الشمال. بوم راح الشمال معناه يعني هذه خشم من الشمال. ايوه. زين تدخل بهذه الخور. الاهالي هنا يتحكموا بهذا الخور. يتحكموا ياخذوا عشور يوضع الحارس منهم الصياد يصيد ويبيع لهم صيد. التجار يشتروا. الجماميل نسموهم يعني صاحب الجمال نسميهم الجمال ويشتري ويسفر على بالتمور من هنا الى يوصل الى يمكن حتى الى نزوه توصل هذه التمور. كذلك يكون هذا مكان هنا قدامك شويه يسمى كوك. طبعا هذا كوك يكون مجمع فيه من قبل سمك السردين او البريه ويكون مجهز ومشيول ومخلاي معروف كم عده. التاجر مشترنا من المواطن يعمل به تبادل تجاري. اذا كان ما عنده نقدا يعمل تبادل تجاري ينزل سح يعطيه عومه يعطيه سمك مملح يعطيه الذاني او اللخم يحل محل الفقدان اللي في السفينه. قدامك هني مخازن بعض التمور تخزن هنا في الخور. في الخور هذه الصوب الغربيه في الجزيره جزيره الراك في هنا عند شجر القرم هناك تحصل المخازن. هذا المخازن التجار يخزنوا بها التمور لان بعض الفقراء يمكن ما يوصلوا بهذاك الوقت او واحد ما عنده شيء ما يقدر يشتري تمر. فالاهالي والناس كبار المنطقة يعملوا حساب لغيرهم. هذا الفقير يعطى هذا التمر على أن يسلم السنة الثانية يغايضهم عملية مغايضة أو تبادل. إنزين يبادلهم بعومة أو برية على موسم العومة. أيوة على موسم العومة يصبر التاجر على أن يستبدل من عومة هذاك الوقت.
كذلك عندك هذه القلعة اللي هي مثل القلعة. مثل برج كذا. هذه البرج كان عش فيها عسكر الحكومة اللي هم ياخذوا ضريبة الخور اللي هي العشور ايوه الجمارك العشور. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغمشة، ترجع باكر دارك الساحل ينادي. البضاعة اللي تجي من الجنوب اللي جاية من السواحل يعني زنجبار ترسي في خور الحجر عند خيصة القندر لهذاك الوقت، والتجارة الشتوية تدخل بخويرامة. يعني هذه خويرامة خاصة بتجار الشتاء. إلا إذا كان محملتنا بعيش أو يعني بضائع خريبة تدخل بخويرامة. أما القندل الصغير هذاك الوقت يدخل بخور الحجر. عندك هذا هني هذا المكان يسموها الكوك، هذه لما تكون السفينة يعني مضررة يدخلوها سيدة داخل هذا الكوك، ولما يصير عملية الجزر لما تصير عملية الجزر يجيبوا له سواتيد بسرعة ويصلحوا السفينة. هذه مثل يقول لك الحين حوض الجاف طبيعي يعني. أيوة حوض يمتلي وينزل عنها البحر، فيصلحوا هذا اسمه كوك مبارك. كوك مبارك هذا مكان هذا يصلحوا فيه السفن أو يحبوا أو يحرموا فيه السفن، كذلك يحملوا منه يدخلوا يحملوا منه سمك السردين. الساحل ينادي. لم يكن هنالك اهتماما بالمحافظة على السلاحف في السابق، أما بعد النهضة العمانية المباركة تم الإعلان عن محمية السلاحف برأس الحد بموجب المرسوم السلطاني رقم 25/96 بتاريخ 23/4/1996، وتبلغ مساحة المحمية الكلية 120 كيلومتر مربع وطول الساحل فيها 45 كيلومتر. السلاحف كانت في رأس الحد وفي رأس الجنز بكثرة، فهذاك فكانت هي يعني نوع من أنواع الغداء فهذاك الوقت. الناس بالليل بالقبشة يروحوا على الساحل، تكون السلحفة كبابت يقلعوا هذه يحفروا الحفرة ويشلوا البيض. الناس بتروح من أماكن بعيدة من البر جاي على الاعتماد على هذا البيض. ناس تجي من القعاليم من هذا المكان كانت تذبح ياكلوا لها لحومها. اما هذه راس الحد وهذه خويرامه وراس الجنس ما ياكلوا الا البيض. كان عندهم على انه يعني شكل مكروه عندهم لحم السحلبه، ما ياكلوا لحم السحلبه. زين ولما يجوا هلا من القعاليم ومن الاماكن الاخرى يستعملوا يذبحوها وياخذوها. طبعا الحين الوضع اختلف، الان صار في حماية. بعد حكم صاحب القلاله حفظه الله اختلف الوضع، عمل ناس حراس، عمل من راس الجنس محميه تحافظ على هذه السلحفه مراعاتها، يرقموها يعدوها المحافظه عليها، اذا كانت وحده مريضه تشل العلاج، اذا كانت وحده عائله طلعت في البر الناس يرجعوها يعتنوا بها حتى تدخل داخل البحر. في المساء في وقت الساعة 9 تطلع السحلبة على الساحل مثل ما تقول يعني تتفسح يعني تاخذ الراحة، اللي هي تبغى تبيض تحفر الحفرة تشوف مكان ثاني اللي يكون هو يأمن البيض، يمكن هذا تحفر هذا المكان يتهدم أو مكان هذه هش تبدل الحفرة مكان ثاني تحفر. لما يجي صاحبنا يبغى يحفر البيض حفر البيض يجيب صوت كبير، صوت أو باكورة يغرس العصا في الرمل. لما تطلع فيه أنه صفار البيض هذا صفار البيض يعرف هذا المكان أن هذا المكان هو اللي فيه البيض، يقوم يشمر عن ساعديه ويحفر ويطلع البيض. ما كل الناس يعرفوا يعني الاماكن، في ناس مخصصين يعرفوا هذه ان مكان هذا في بيض ولا في مكان.
لأن عندك حبرتين، حبر واحدة أول حبرتها والحبر الثاني اللي ردمت منها، فناس يعني تتشابه عليهم الأماكن، ولكن في ناس يعرفوا الردم من الحبر. ما الآن يعني الحكومة وضعت حراس عليها، محافظة عليها، سود محمي، الآن المتحف العلمي يشرف عليها، يزوروها من جميع دول العالم، الناس قاصدة تشوف هذه السلحفة.